الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ومنها أي من أنواع الطلب كبينج نوعا النهي، نهي كواتأبت الشوارمين يعني تمني ما يخندو لأولو دعيج استفام أمر أمش النهي نداما ما ولا نهي شي، وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء أم طلب كف لفعله، يعني دس روان ولا فعل واتا خد داري كردن لأنجام، أو واتا مثلا وقتك متكلم نهي كوكا يعني دواءك لمخاطبك كما أخذ اشتقاق فعلك أنجام ندا، يعني خد داريك لو أنجام واتا دواء كفي لي كردوا ديار الدواء كف لفعل كف شخوي هالفعله بويا كان الى طلب امر امانود او طلب فعل غير طلب فعلك كفعلك كف نبي حالبي، او جاء طلبك ايش بتشي بغير كفه ابدا او بغير كفه كيت يعني ابو ايرا جن معمول ام نهي امرانا امان زيات نهي امر بتايبتي لاصول زياتر ليقولين ويلا سره، وله حرف واحد نهي حرفيه وهو للجازمه أو لا كجزم أداب مرار لقول تواكري لا تفعل، وهو كالأمر في الاستعلاء وكو أمر وايا لاستعلاء كذا، يعني بو استعلاء جاء ممكن أمير مثلا ناهية كعالي بيا عالي نبي، يعني علوي بيا نيبي شردني علوي بي، لأنه المتبادر إلى الفهم شنك هر أوا يعني أويك بو يعني أو استعلاء كباسي لكن أو متبادرة بولاي بلاي فهمي إنسان واتا أول جار أو ديتا فهمي إنسان أو. يعني وكو شون سيغي أمر موضوع بو طلبي فعل باستعلاء سيغي نهيج موضوع بو طلبي ترك هل روي استعلاءه يعني أوابي جاءوا مثلا يعني استعلاء متبادرة بلاي فهم، يعني هي أو وهو طلب أو لأنه المتبادر هي أو لأنه بو استعلاء كغتشيته. وقد يستعمل في غير طلب الكف عن الفعل كما هو مذهب البعض، جا رواية نهي بكاردية بو غيري طلبي كفل فعل هروكو آأو يعني أو طلبي ترك مذهبي بعضيك، مثلا أما كبرن بو طلبي ترك هاتوا مذهبي بعضيك، فلان جا رواية شيء بكار بري بوشي بو غيري طلبي كف يعني بو طلبي كف بكار نابري، جا طلبي كف يعني طلبي ترك واتن أنجام نداني فعلك فعلك أنجام ندي كما هو مذهب البعض، أو طلب الترك يا بو طلب ترك دي كما هو مذهب البعض وكو أمشان مذهبي بعضيك ديارة. وقد يستعمل في غير طلب الكف شاكا أو طلب الترك يا استعمالك ريبو أو طلب غير كيبتو بسرة، يعني بكار بري لغير طلب كفا وبكار بري لغير طلب تركا جا ديارة لسر أو واديارة قصي علماء أبي بدو بشو بش بشي كان لين بو طلبي كف لفعل بعضك كان بو طلبي تركي فعلة باشا آخر ترك عدمة بلان كف خوي فعلة، يعني ليوا أقر إما بيجين بو طلبي كف لفعل وهذا طلبي فعلة كاكا بلان طلبي ترك طلبي نكردنا وهذا أو اختلافها يا هروكو ليرا آما جي فيكا يعني تقريبا لبين أشاعرو لبين معتزلة كان مثلا طلبي ترك مذهبي بعضيك أواني اللي رأى الله طلبي هو يعني طلبي كفل فعل مذهبي بعضيك، وكو مثلا معنى أصلك أوابو لسر مذهبي أن بعضك أشاعر أوان لين مدلولي نهي طلبي كفل فعل للرؤي استعلاوه مدلولي نهيك كأكر يعني نهي الدلالة لسر أو طلبي كفاءك دي متعلقك أبي تشي أويك مطلوب بهيك، يعني أويك مطلوب أبي بنهيك تشي أبي تفعل واتئم بنهيش فعل دواكين كبرتي لا خداري نفذ لفعل جاء كلامك اقتزاي أواك كوان نهي حقيقة بي لو طلب مذكورة ده جاء طلبك كطلبي كفا ش تحريمي بي وش كراهتي بي كارماني. أما برام ليردا باستي أواكاكا لي مثلا
امريكا امريش ما لو بركوتو حقيقه لا اشتيكا كوا عموميتي بيبو ايجاب بو ند بلا الجمهور لا سر او النهي حقه لتحريم وامر حقه لاجابه يتر نهي مثلا وانيا كمشترك بين لبين تحريم ولبين كراهته يا امر مشترك بين لبين ايجاب ولبين ند ما اما الجمهور لا سر او ام جدواي او امشان نبو لطلب تركيش عليه او طلب التركي كما هو مذهب البعض هو مذهب بعضك جالي ليش عليه طلبي ترك مذهبي بعضي كأوش كأوش بدل دي تقاي أو بعضه معناي أصلية أو طلبي ترك أبو نهيك كأو بعضك أبو هاشم الجبائي وزوري كتلة معتزلة أو أنا لين مدلولي نهي طلبي عدمي فعله طلبي عدم يعني طلبي تركه دي متعلقة كي أبيته يعني شي يعني مطلوب بنهيك عدمي فعله كتعبيري اللي أدريته بترك يعني أوان لين بو طلبي تركة ولا أوان لين بو طلبي فعلة فعلك شيء كفة أمرج بو طلبي فعلة بلا فعلك غير كفة أي نهي بو شيء نهي بو طلبي فعلك فعلك برد يلا كف باشا جم أشاعرة كان بو استدلالك من باوة عدم فعل خوي نفي محزة يعني اشتياك هرنية لخو مقدوري مكلف نية يعني أجر إما بيجين مكلفة بترك ترك شتيانية وأنجامي بي مكلف بترك يعني وكواية تكليف بما لا يطاق لك رياوي تكليف بشتيك لقدرة النبي مقدوري شخص نية وأمجار بلام فعل هل أولا ودريجي هي لأزلوا بس أوان أوابو جوا وأشاعر أرن عدمي فعل نفي محزة وأو غير مقدور بمكلف ومكلف تكليفي لسرنية إلا بفعل نبي شنك في أفعال مقدورة بو شخص أما أو بلا أو أنا رين أبو أو جماعتي ترى يجن جوابك أوادا وألين دوامي عدمي فعل واستمرارك مقدورة بس فعل يجني نكرا دوام بيت أو ترك لا سر نكردن بمعنية توا هل أمك تناشي بكي أو خوي مقدوري توا كناشي أين أجر مثلا هندي يشد هيا إنسان أنجامي أدا بس هو هنا سهل كيشان أها أنجام دانا كشي مقدوري بشرنية باشا يعني ناتواني مثلا توها ناسا نكيشي وأمانة بلام أو تركة مثلا ترك تو مكلف كريائي بترك هر أتواني لسر أو تركة بميني توا كواتم مقدورة يعني أو دوامي عدمي فعل يعني أجر مثلا يما بعد بخدي عدمي فعلك مكلفني بدوامي عدمي فعلك مكلف دي دوام خوي وجودية كواتا أو أكريا باستمرار عدم فعلك مكلفين فذا يوجد مقدورة بهر حال يساوى هر كامي كان بي جاء أقر إيما بلين مدلولي نهي بريتية لفعلك كبريتية لكف باشا يعني كف لفعل وأتم مطلوبك فعل بلان فعلك كف لفعله أوان أرينا خي تركي فعله إيسا تركي فعل بي يا كفك بي معنى حقيقي نهي أوايا أجر هات يبو غيري أوانا أوايت ديارة خارج لمعنى موضوع له نهيك كما هو مذهب البعض فإنهم اختلفوا اختلافنا في أن مقتضى النهي كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفعل وهو نفسه ألا تفعل بلى اختلاف يعني آية مقتضى النهي أوي كان هي كداويك كفي نفسه يعني كشان نوي نفسه لفعل جا شون مثلا نفذ لفعل كبكشتو بما كخوي خري كابيك يقل دجاكان يوا ساقا كسي بكسي ود بيجي لا تقم اگر او دان داني شي ها اشتغالي بو بقعود بو اشتغال بقعودة كفي نفسي خوي كردو لا فعلك كبريتيا لقيامك كنهي لكريا يا اگر لدي دقاي معتزي لكانو كالين تركي فعله يعني نهي مقتزاي نهي تركي فعله باشا تركي فعل شيء وهو نفس ألا تفعل هو أنا أني تفسيري نفسي لا تفعله هوني بصيغة نهي علي لا تفعل يعني أوياك لا تفعل يعني مثلا أنجامي مدى تركي أو فعل بك آوى نقع مك أخوة خريك بيك يقل ألضادي أو ببوني ممك مشغول بي بزدك أو أصلي أو فعل أنجام ندي جا كوتي ديت يعني لراك باسي أو يبوكر قد يستعمل في غير طلب الكفي يا مثلا قد يستعمل في غير طلب التركي وكوشي كالتهديدي كقولك لعبدك لا يمتثل أمرك
بيجي لعبد لا يمتثل أمرك، بلي لا تمتثل أمري. مثلا ونهي اللي كردوها بلان بوها الرشاية. مثلا عبد يكد هيك عبدك امتثال أمرك يتوناك توجه لي قيناك بقسم مك جاز المشي بس مزروها الرشاية ليه. يا كدعاء جلوكو مثلا لا تعذبنا لا تؤاخذنا خويا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتنا. والالتماسي جربا بو التماسي جدي وكو اويكا اويكا وان هي كي البرامبر كي مخاطبك مساوي بين لقل متكلمك هاو درجه بن. واللي بو دعاء ويك بلين مخاطبك بالا تربيه لا متكلمك. وهو ظاهر وظاهر. وهذه الاربعه يعني التمنيه والاستفهام والامر والنهي ام شوارنا يجوز تقدير الشرط بعدها. آخر يا مشتك معني لنحو عارين أقل لنحو مثلا فعل ملاري قرار بقري لدواي فائك وفائك إيش لجوابي الشاي ستدا بي لجوابي طلب ولجوابي نفيا بي أو فعل ملاري منصوب بأنك مقدرة بوشتك الرابطي سببية ببي لنواني طلب نفيك أو ملاري عيك لدواي فيك وقرار أقري باشا بلا مساب فرز منو أقل فائك نبو وأوانك وتنجوابي طلب نجوابي نفي حالبي أم جاب أجر لصورتك رابطي سببية ببي فعل ملارعك بجي جي ومنصوب بأني مقدر مجزوم ببأينك مقدر شرطك لنزل جيري ليوا أما لنحو أو ما نوتوا ليش إشارة بواكا لفيش باسي أو يبو كردين كلا جوابي طلب ولا جوابي نفيا فعل ملارعك منصوب بأني مقدر دافي واللي رالي أم شوارانا يجوز تقدير شرطي بعدها تقدير شرطي أن لدوها دوسة وإراد الجزاء عقيبها وأتواني جزاك بدوايا نابير يعني شرطي مقدر كي ولي جزاك خيت خدي دواي أمانه كأنما لي شرطي هي مجزوما جزاك بمجزوم بأن يضمر مضمري مع شرطي بأن يكأنك بإن أو اجتماع بخوين دواء بإن المضمري مع شرطي بإن يكأنك لقال شرطك شرطك مقدرة إن يكأنك لقال شرطك مقدرة كريا كقولك في التمني ليت لي مالا أنفقه خوزق مالك مبوايا إنفاق مكر يعني أي إن أرزقه يعني أجر أو معلومة فيها بدري منش أنفقه إنفاقي أكم أهم شرط قومي نجم قدرة يا لا استفهام على أين بيتك أزرك يعني إن تعرفنيه وأتا أجر مالك تم فيها بلاي يعني هل هل شو أنا بمناسبة أو شو أنا شرطك مقدرك إن تعرفنيه يعني أجر مالك تم فيها بناسبة يعني شاهد أو إن تعرفنيه فيها معرفيك يعني أجر مالك تم فيها معرفيك منش أزرك زيارة الدك. وفي الأمر شنو منا بيم بناسي يعني أجر تعرفني يعني أجر بمناسي مثلاً ولي أجر إن تعرفنيه يعني أجر بيم بناسي يعني. وفي الأمر بلا مثلاً أكرمني أكرمك أي إن تكرمني أكرمك آوى. وفي النهي لنهي شال لا تشتمني يكون خيرا لك جنيو ما دريت شاك بوتو أي إلا تشتمني يكون خيرا لك يعني أجر جنيو ما دريتوش خير أبي بوتو أو جنيو ندانا. وذلك أو إلا برشي أبو أو شرط لواء مقدرة كريه لأن الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي أو كوا متكلم كي وادارك لوك كلامك طلبي بيني مثلا لمثالي كما بلي ليت لي مالا لمثالي دوما بلي أين بيتك لمثالي سيها ما بلي أكرمني لمثالي شوار ما بلي لا تشتمني يا لا تشتمني باشا كون المطلوب مقصودا للمتكلم أو مطلوب كم مقصودة بو متكلم بو يكاني أو يعني أو كون المطلوب مقصودا للمتكلمة متكلمك وادرك لك أو قصبك ليت لي مالا مال مطلوب يتي جاباش أو مالك مطلوب أو بو مطلوب يتي إما لذاته أو لغيره يا لبر ذاتي اشتكى يعني مثلا مالي قرك هل لبر خدي مالك كافرمي وهذا نادر أو دسوقيك واجه يا لبر شي يا لبر غيري خويتي يعني مالكم كجركا مثلا لبروانيا كمعلم خوشوي هر لبر ذاتي مالكانيا كمعلموي لبر انفاقك يا حزل انفاقك باشا مثلا يا لي غيري بوشي لي باشا اقل لبر غير بمانوي بوشي لي توقف ذلك الغير على حصوله شنك او غيره متوقفه لسر حصولي او يسمن مثلا كوختي وتم ليت لي مالا تو فهمي تو اويا كمن طالبي مالم يعني مطلوبك كمالك يا مقصودي منه كمقصودي شما لبر ذاتي مالك مقصودي مني حالبي لبر شي مقصودي منه لبر انفاقه بو شنتو عقلا ازاني باشا عقلا او ازاني كاجر انفاق لمالك لي
اگر مال به انفاق مثلا انفاق کردن متوقف ولا سر مال پس مالك مطلوب من البر انفاق كواتت ما شاك لتوقف ذلك الغير توقفي او غيرك او انفاقك بلا مثال على حصوله لسر حصول مطلوبك كبريتي لمال وهذا معنى الشرط وديال اوش معنى شرطك اما مثلا غيرك ككردم انا بجزاء اها جزاء متوقف حصولي جزاء متوقف لسر حصولي شرط باشا دي اگر وقت حصولي شرط حصولي بلين جزاء متوقف لسر حصولي شرط به او طلب شرطك وقين شرطك لازمني اوايا فاذا ذكرت الطلب طلبك وذكرت بعده ما يصلح توقف على المطلوب وقت طلبك وذكر مثلا ليت لي مالا ام جاد واي او ذكر كر شي ذكر كر مثلا انفقه ذكر كر كاوي شيء ما يصلح توقفه على المطلوب اشتيك واك اقنجي توقفي لسر مطلوبك بكمالك يا غلب على ظني المخاطب غالب بلا سزن المخاطب شي غالب به كون المطلوب مقصودا لذلك المذكوري بعده كوا او مطلوبك مقصوده بني مطلوبك كمالك يا بمقصودي طلع من لا برزاتي خوي بل كل بر اوي كذكر كراوه لدوايوا كبرتي لا انفاقك لا لنفسه هنا لبر خوي فيكون اذا معنى الشرط في الطلب مع ذكر فيكون اذا معنى الشرط في الطلب فاز لو كاتدا درك كمعنى شرطك انه طلبك يا مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا باشا لقال أودا كذكر شيء كريا بظاهري وكما لك به كواتا ليوا مثلا أو معنات يعني إن أرزق مالا واتا أقر أو معلمة ببيه أو قر أو مثلا بيه بدريه يعني إن أرزقه أو أنفقه إنفاقيك ولما جعل النحاة الأشياء التي يضمر الشرط بعدها شاكا خمسة أشار المصنف إلى ذلك بقوله أري النحوي كان أو ولما جعل النحاة الأشياء التي نحو كان جراوي أنا أو شيئانيك يلمر شرط بعدها كشرط يعني لدواء المالك ليه خمسة يعني بينجن وليما العوامل لو تمانا أشياء ستة كان ما كربا نفي لوي كان العوامل أو اتيايا أجي أمر ونهي وتمني أما سيان واستفهام أما تشوار وعرل أما بينج أما بينج جاءوا تحليل حساوك على فنا بلام أمي إيرا هر علي أو بيانجانيا بيانجاكان بريتين ألم تشواراني كاليرا وتومانا تمني واستفهام أمر نهي أما تشوار دي أمجارة أو داني تري شاخروتي وهذه الأربعة تو يجوز تقدير الشرط بعدها تقدير أم تشواري دانا جاء إيجي ليرا علماء نحو بانجيان حساو كردغا أشار المصنف إلى ذلك فنجان حسن قلت لكم خوي فنجاكي نود كاميتري إي أمودي وعليكم السلام ورحمة الله السلام أم لمثال كان شهر شوال مثالي داو باشا نعر لي هاورد أنا تحليل لي هاورد الله يوال متيانا بينجا أها جاء ممكن أوابي مصنف شواري زيك كردو ولي نحو يكانو تيانا بينجا أي أم بوشي نحو تيانا بينجو أم شواري هاورد ولا أشار المصنف إلى ذلك بقولي أو أما العرل يجي عرم حساونا كرده كقولك ألا تنزل عندنا تصب خيرا أي إن تنزل تصب خيرا وفمولد من الاستفهام يعني أولا استفهام بياوي يعني عرل زائدي بالي زادي استفهام واتل استفهام بيابوا كواتا شوار مانية وليس شيئا آخر برأسه يعني اشتيكي مستقل نية اشتيكي تري مستقل لا استفهام نية بولي أن الهمزة فيه للاستفهامي همزة قال بو استفهام دخلت على فعل منفي داخل بوتا سر فعلك منفيك فعل منفيك صفة وايا امتنع حمله على حقيقة الاستفهام باشا ناكر يا حملك ان سر حقيقة الاستفهام بوشي للعلم بعدم النزول مثلا شنك اما علم من هي بعدم النزول قال الا تنزلوا وقتي قال الا تنزلوا ايا نزول وني ايا ناي يعني بو ناي تقريبا اولي ايا ناي ولا إيما تصب خيرا كآية ناية يعني نهاتويت مثلا فتولد عنه بمعونة قرينة الحال عرض النزول على المخاطب وطلبه منه جاديارة لا أصلا معنى كآية آية ناية أها جاء الله وقتك وترى متولد بو عنه لو استفهامه بكومك قرينة الحال شي عرض النزول بيشنهادي نزولك لسرب مخاطبك وطلب نزولك بمخالين وطلبه منه
وطلبي هنا وجي أبي عرض عرض نقع عرز عرض عرض النزولي فتولد عنه بمعونة يعني بمعونة قرائم ساي سهر واشا أقلت ونايبو معلمة منزول ويبا تعجبوك وبلي استفهامي لك تعجبك وكو تاوانكي أنجام دابيك نايب ولايتو باشا دي خوتو ليوا أو معلومة عرف وافا مكا كتو ليوا طلبي هاتني ليكي يعني أريبي كواتا مادام لا أصلا استفهاما بيويزن أبو أو بيعني ويجوز تقدير الشرط في غيرها أي في غير هذه المواضع يعني لغير أمشو أتواني طلبي بكريم طلبي أو بكريم طلبي تقدير الشرط جائزة تقدير الشرط لغير أمانشة لغير أمشو أنا لقرينة تدل عليه بلا ما بيق قرينة يقبي ذلك على سري يارا شاريبة تحليل يجنكر بلا ما تحليلكيش رنقة هروك وأم هر مولد لاستفهام بي شنك تحليل آخر مثلا عرل كان بس من كروه لرا بس عرل من كروه عرل طلبة بنرمي ولا تحليل عد طلبة بتندي كواتها هدو كان هر استفهام تدل عليه وكو نحو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أم اتخذين بلكو أوان من دونه يعني لغير خدا لكان لغير خدا و أولياء أولياء نريا جقل خدا أولياء ينهل بجارد سر پرستو کار بدستی خواهن یعنی کسی که زمامی امور بن بدستی او جا ایسا اوان اوانی که حالی بجادو انا ولینین فالله هو الولی ای این ارادو اولیاء بحقین یعنی اگر اوان اولیاء بحقین گره که هر بیگومن خدا ایسا او فیه قرینه لیوال مثلا شرط یک هایه شرط یک لیوال مقدره شرط که بقرینه مقدره که اوان طلبی اولیاء انکرده بلام تو أدار يعني كوا طلبي أولياء حقا جاء الوالد فالله هو الولي يعني إن أرادوا أولياء بحقين أجر ما بست يعني دس خستني كارب دستو سروكي راس تقينيا فالله هو الولي فالله هو الذي يجيب خدا هر أويا كواجب أن يتولى وحده بتنيا كريتا سربرستو كارب دريتا دستي ويعتقد أنه المولى والسيد وهر أو لايقي أو اعتقادي أو بياكريكا مولى وسيدة وقيل لا شك أن قوله أم اتخذوا أو إنكار توبيخين شكل وانيك وإنكار وإنكارك إنكارك سرزمش كارانية بمعنى أنه لا ينبغي أن يتخذ من دونه أولياء هنا بي مثلا من دون الله أولياء اتخاذ كري وحينئذ يترتب عليه قول تعالى فالله هو الولي شنك إنكاري توبيخية بمعنى لا ينبغي هل فالله هو الولي من غير تقدير شرطين ببيئة ويك شرط وتقدير كريه خوي مترتب بلا سري كما يقال لا ينبغي أن يعبد غير الله في أوزناك غير خواب فرزري يعني صححني غير خواب فرزري فالله هو المستحق للعبادة أما وفيه نظر نزيد إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء چونك هرچيه كا معنى اشتاكي تيابو حكمك حكمي او نيه بلا يسا مسا ام اتخذو وقتو علي انكاري توبيخي تيايا يا بلين او خوي مثلا اما اخر لي ما هو معنى شركي تيايا اواني فردن يساوت من ام اتخذو وكان يا معنى شركي تيايا بمعنى ان ارادو اولياء يسا امك معنى شيئك تيايا كشرتك يا حكمك خو حكم شردنيه باشا يا استكانية حكمك أي أوانية إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء يعني مثلا إذ ليس كل ما فيه هر شيء معنى اشتيت يابي باشا مثلا بلي ولا أو جاء أو عبارة أو يا ماي كل ما فيه ما كان كيريا أم جار أو فيه يا صفة بو ماكا يعني هر شيء كببي لوا معنى الشرط أو معنى الشرط فاعلي فيه يكايا إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء يعني هل شيء معنى الشيء تيايا وانيا كحكمك حكمي همان شد به وحكمه حكم ذلك الشيء أو أجاب حكمه خل رب النصب أخذاني كالوايا حكمه حكم ذلك الشيء إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء باشا
داي بلا مكان حكمه حكم ذلك الشيء جذب أي ليس حكمه كحكمه وضمره راجع للشيء آخر أو عبارة كامي أمي بره باب زاني شلون ترتيب كروه واقع على اللفظ أيضا وقوله حكمه بالنصب خبري ليس إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء دي حكمه أي حكم ذلك الشيء بل والضمير المضاف إليه يرجع إلى ما وحكمه الثاني حكم ذلك الشيء منصوب على أنه مفعول مطلق أي ليس حكمه ليس حكمه كحكمه أري آوى إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه يعني حكمي أو ما يا حكم ذلك يعني كحكم ذلك الشيء وكو حكمي أو وابي يعني بوجورانية كواتا جوابك أويا بالي عليه أم آية بيرود وإن كان فيها معنى لا ينبغي تيايا لكن حكمك أو حكمني آخر أقل مثلا بجيجي أو آية بجيجي أم اتخذوا أو لا ينبغي أبوايا لا ينبغي مثلا أن يتخذ من دونه أولياء ومعنى أو تيايا أكراف الله هو الولي ولا سريبه عليه بلي خو إسكاني أم اتخذوا أولياء أو معنى يتيايا بلام هرشي كمعنى شيء يتيابو حكمك أو النية بس بويا شر مقدرك بس معنى لا ينبغي دا بلام حكم لا ينبغي حكم لا ينبغي بس لونيا كشرط لا سر مترتب به والطبع المستقيم وديارة أو لا ينبغي أتوان ريا شرط لا سر مترتب به بويا كاني أو يوتوا بالي والطبع المستقيم شاهد وصدق على صحة قولنا تبعي مستقيم شاهد الراسية أم الراستية لسر صاحبوني قولي ما كارين لا تضرب زيدا فهو أخوك بالفائق ومدرسة بفيه بيجي بخلاف أتضرب زيدا فهو أخوك شكا علتنا يعني استفهام إنكاري أو كبا استفهام إنكاري فإنه لا يصح إلا بالواو الحالية يعني يا شيخ الله أتضرب زيدا وهو أخوك لحالك مثلا لرالي لا تضرب زيدا تو نهيت كردل لداني زيد إنكاري لدانك وكي أم أتضرب زيدا من شهر وبلا تضرب وايا شن أمش إنكاري تيايا ديكا تيت مشاكا بدواي لا تضرب زيدنا أتواني فابيني لا تضرب زيدا فهو أخوك كتي بدواي أتضرب زيدنا فهو ناتواني بيجي أشي بيجي وهو أخوك إكي بحال كواتا هرشي معنى هرشتيك معنى اشتيكي تيابي حكمك حكمي أو النية بو غيرتو ومنها من أنواع التضرب النداء نداتي وهو طلب الإقبال بحرف النائب منابة أدعو طلب إقبال روتيا كردن مثلا داوي أواكي كترف روتيكا بحرف أو كاراكي كالجي أدعو داني شجاء لفزاني يا تقديرانا وقد تستعمل الصيغة والصيغة النداء في غير معنى هو طلب الإقبال لغير معنى كيا بكار بمعنى كي تشيبو طلب إقبال مثلا جاري واهيته نداء بو إقبال بكار نابي كالإغراء في قولك لمن أقبل يتظلم كابرايك مثلا لدورة وديو سكالا كاو الله ظلميان ليام كردو خوارد ميان وشي ميان ليكر الله يا مظلومو او يا مظلومية بي الله بو او زيادة تشويقي كي زيادر باسي او ظلم بكاكا ليكراوا قصدا الى اغرائه اتبه مثلا حلي نيلة سري وحثه تشويقي كي على زيادة التظلم وحثه يعني تشويقي لسي زيادة التظلم وبث الشكوى وكرنوي سكالا لان الاقبال حاصل شن اقبالك اخوي حاصلة بويا كان يعني الرؤية تويا الآنها رؤوتو قساك أو قريز المكادر بره ديتو مثلا قال بيجي يا مظلومو هدف إقبالني اللي واشن طلبي إقبالك شن إقبالك حاصلة كواتب تشويق كرنيتي إلى سنة وكزياتر ظل مكاني بيجي والاختصاص يا بو اختصاص في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل من أمكار أكم بتنيا بياوا أو أيها الرجل معناه ندانية باشا عايز واحد بزهن مهر وياداش جالبه بيه مثلا الوقت يلا انا افعل كذا ايها الرجل يعني بتنيا بياوا انا افعل مهر من او كاراكم دي ايها الرجل بتنيا بياوا وتاني جاري وهي ممكنه هو معنى واني بان كان فيها يقليوا الرجل كما منزوري خويتي ليك منزوري خويتي يعني بتنيا بياويك من او كارم كر بتنيا سواره بتنيا مالا لكردي خوش معنى ويجن حاضرين فقولنا أيها الرجل
أصله تخصيص المنادى بطلب إقبالي عليك. ني أصلي يا أيها الرجل بو أويك تخصيصي مناداك بكري بواك الروب كاتته، ثم جعل مجردا عن طلب الإقبال. فاز طلب إقبالك إلي لابرة، ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه، بما نسب باشا نقل كرا بولاي أما كمدلولي أو رجلا، يعني أويك دلالة يعني مدلولي أيها الرجل كذاتي متكلمك يا ليرا، أو مدلولة تايبت كلا لبين أمثالي خويا بشي تايبت كلا بما نسب إليه كأنجام فعلك يا مثلا، ما نسب إليه يعني بو حكمي كنسبة دراوبة لو راب دراوبة وكو مثلا أفعل وكا نعلي أنا أفعل. إذ ليس المراد بأيين بو أيوك الله أيها ووصفه يا وصفك أيها أيها الرجل المخاطب قلت لك الكسيخ سناغ مزول المخاطب، بل ما دل عليه ضمير المتكلم، بل كما بس أو شتيك ضمير متكلم كذا قال سريكا، يعني أمك علي أنا أفعل كذا أما الرجل كواتا يعني بتنيا بياوة أجر جنبي بلي أنا أفعل كذا أيها المرأة يعني بتنيا جنة مثلا. فأيها مرموم والرجل مرفوع والمجموع في محل نصب على أنه حال وتركيبك أسان، ولهذا قال أي متخصصا أي مختصا من بين الرجال يعني تايبت من لبين بيعوانا أو كاراكم أيها الرجل يعني تنيا بيعوا. وقد تستعمل صيغة النداء في الاستغاثة إتوا لنحو ونهي وكو يا لله يعني خوايا فريا منكوا، والتعجب يا للمائي أي لم آوى، والتحسر والتوجع بوئي شجان درد كما في نداء الأطلال مثلا نداء مالو أيا منزل أيا منازل سلمى أين سلماك ها باقي منزلك ريوانا، والمنازل والمطايا يعني بو نداء أطلال ومنازل ومطايا وأمانة، مطايا كاروان جمعي مطيب أنا واشترك بو كاروان وأنا باقي كاروانك أو أنا لتاو دردة مثلا أقل وقتك إنسان يود درد درب ري وأمانة جاري وإلا قلب أقصى كيجي أي باعونا من منبر يا أقصي من بقينا. ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء أجاري وابزانا مثلا خبر راي واهي لجي إنشاء قرار قري جاء وك قرار قري لجي إنشاء إما لتفاؤلي يا لبر خوشبينية لبر قشبينية مثلا بشي بلفظ المالي بلفظ مالي أو تري دلالة على أنه كأنه وقع بو أوي كدلالة أو بقين كأنه باوة فكهن مثلا لي مترسة واقع بوة قزراوة وكو وفقك الله للتقوى بكسي قلي إخوة توفيق باب وتقوى يعني صيغة كوار راقي يعني بفعل مازي أخرج بدون إنشاء دعاء معنا كتو يعني إخوة توفيقي دايب وتقوى أو مثلا أولي وا يمها توين خبر من لجي إنشاء داناوة لبر أو قشبينية أو بقين أو لإظهار الحرص في وقوعه كما مرة يا لبر أويا متكلمك أيوي مثلا هواي هوا مندي خوي يا مثلا طمعي خوي لوقوعك يا دربر يعني تشني تامزرويا بواقع بونكي دربر كما مرة في بحث الشرط إلا بحث الشرط عن بحث وزراوة لا أوك وزرالة من أن الطالباء وسويتي طالب إذا عظمت رغبته في شيء أجر زماني مثلا زوري رغبته علاقي أو لباريشتيك وقوربو يكثر تصوره إياه زوري تصورك فربما يخيل إليه حاصلا أو ني تصورك وادي تزينيك حاصل به مسوك رزقني الله يا رزقني الله لقاك خواي قورة لقايتهم بالرزق بك بقسمت أما توبو آيان دا دواكي بلام ديارة أو نبير ليكرتو كأنما حاصل بو ولا وبر يعني واقعي والدعاء بصيغة المال من ال... يا والدعاء بصيغة المال من البليغي من البليغي كقوله رحمه الله يحتملهما أي التفاؤل وإظهار الحرص دعاء بصيغة مالي أجر إنساني بليغ أو دعاء يبكى قبسن بكسب رحمه الله يحتملهما هم تفاؤلها لغري هم إظهار حرص هردوكا. وأما غير البليغي فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات يعني مثلا ولواء من يخبر كمان دانا لجي إنشاء جاء وللواء يعني أجر هاتو خبر ما دانا بو إنشائك دعائي وإنشاء دعائي كيش لإنسان بليغ وبو أو هاتو جملة خبر يدانا أبو لجيقي أو دعايا هل كان هذا قريه يعني هم أكري تفاؤل بهم إزاري حرز به ولغير بليغ غافلة لوجور اعتبارات أو لاعتراض عن صورة الأمر
يا لبر او مثلا خبرك اللي جاي انشا كداني شن ايوه خوي بارز الى صورتي امر ادبك على ويك مشتكى ده سورك بتر في مقابل به وكل قولي عبد بو مولا عليك يلا ينظر المولى الي ساعة مثلا مولاي من كم يكسرنجي من ادا دون انظر بينا علي انظر لانه في صورة الامر شنو كل صورتي امر وان قصد به الدعاء او الشفاعة بالي ومثلا قصدي دعايا شفاعتي شبه قصدي امري نبي باشا دعاء بو خواره يا دعاي نبو ويك ولي بار يا نوا نق او دعاي كعبادته اي سمنه بو معلوم بو اخر يا مالين اگر امر بما فوق بو دعاي باشا اعمل او دعاي كعبادته يا دعاي تركا عبادت نبي مثلا دعوا كردن يسانيه وكوي الان مثلا اگر تو بغوري خود بمعلمي خود بباوكي خود اگر امري بيبكي مثلا اگر امرك بيجي امرك بو امرنيه چون استعلائيه بارانوجنيه دعاش بيه چون كخو تو لقل خو اقصدنا كردوا باشا فاز ليوات شيا هر دعايا بان كردن نوعك دا خاهش وتمنا كردن دعاي رمنا خوايشه خوايش كردن وقول خوايش اللي كان بيك حالبي بس يغيب البليغه يا اعتراض صورتي امر او بر ان قصد اجر قصد دعاء وشفاعتي شي فيك شفاعتي يعني بار يا نوا ما بس دعاء يعني ما كو خايش وتمنى شفاعتي من اي با حتى اجر قصدي او شي بي باشا هيش تاوكو مثلا اتواني خوي بارز لو صورت هرچن بيجي خوم امره لسر واقعيتي خوي نيه تو ما بس بامره دعايا خواهش وتمنايا شفاعته على بعضهم هر بيم بأدبية اشتكى لسورة أمر الراجين أما به بخبر بيلا أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يجب أن ممن لا يحب أن يكذب الطالب يا أن يكذب الطالب أن ينسب إليه الكذب يا لبر أوام مثلا خبرك داني لجي إنشاك أمانوي مخاطبك حمل كي نسر مطلوبك يعني مثلا واداري كن بويك اوي مطلوبه مخاطب انجايم به بجوريك چون بي مثلا اوي لكاتيك هذا كمخاطبك لو كسانيه حزناك طالبك يعني فرماندرك بدرو بخريته يعني نسبتي بلا دروي بلا بدري كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك وكقسيتو برامبر برفيقك كحزناك تو بدرو بخريته علي تاتيني غدا يعني دي بولام مقام يأتيني شن مثلا عيسى قالني اگر توب بترفك وبلي تأتيني غدا بياني دي اگر او ني توب بدروه كويتو او ايش حزناك توب بدرو شن زاني مخاطبك وحزناك توب بدرو كويتو علي تأتيني شن شاید اگر بيجي يأتيني لو اني بيجي نايم بقصد ناكم بلا ما قروت ديت تو خبر دا او ايش حزناك توب بدرو كويتو حتما ديت شن كتو قركت او بي كاتتو حملي مخاطبك وكرا لسر هاتن لسر مطلوبك بشي بويك خبر لجي انشادنا مقام ياتيني تحمله بألطف وجه على الاتيان بل تفتر وجه حمل كسر الاتيان لانه ان لم ياتيك غدا اجر بيانيت وصرت كاذبا من حيث الظاهر ظاهر جوالات لكون كلامك في صوره الخبر يكون كلامك في صوره خبر ايه امر اري تنبيه الانشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الابواب الخمسه السابقه يعني إنشاء خبر واه لزورك لو بابا نكتي بربو يعني أحوال الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر وأوانه فليعتبره أي ذلك الكثير الذي يشارك في الإنشاء والخبر كاعتبارك الناظر بشي بنور البصيرة بنور البصيرة في لطائف الكلام مثلا الكلام الإنشاء إما مؤكد أو غير مؤكد هل هو خبر واه والمسند إليه فيه يعني لكلام إنشاء إما محذوف أو مذكور إلى غير ذلك أبو شير. مو فاضية.